نحن هنا في مدينة حمد نوجه رسالة لشعبنا الشقيق في قطر، قطر التي تواجه حصار هو مهانة عربية اتجاه شعب شقيق يمثل جزءا من جسد عربي مسلم واحد. نوجه رسالة أننا متضامنون مع قطر، قطر التي كانت ولا زالت نافذة ونور لسكان قطاع غزة في كل ظروفهم، لا سيما أثناء العدوان. لا يسعنا أمام جهود قطر سوى أن نكافئ قطر بمواصلة الاعتصامات والوقفات تضامنا مع هذا الشعب الأصيل. عشون عشون يتضامن معي على طول مع دولة قطر.